الاسئله نيابه عن السيد وكافه الاعوان المساندين الكريم المدنيه. حضور هذا الايام متعلقه بالانشاد في الوسط الجامعي. صراحه يعني انبهرنا من هذه العصور الطيبه والجميله واللحن الشجي والكلمه الهادفه. الشكر كذلك الى تجمع طلبه جزائر الاحرار وكذلك جامعه بنسيره على هذه الايام الانشاديه. نتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الاصوات. كما لاحظ فقط ناقش مع الزميل محمد يعني اصوات كامله يعني ما شاء الله يعني صوت ولحن واداء وحضور. يعني لجنه التحكيم ستجدون صعوبه في اتخاذ القرار المناسب ان شاء الله. يعني حتى اذا المشاركين اللي ما نجحش انا بالنسبه لي راح نجح وراح مشروع مرشد وفنان وفي المستقبل ان شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا لك سيدي وشكرا لكم على المجهودات المبذوله في سبيل حمايه المواطن وانقاذ الارواح. هنا تحيه كبيره 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 لاعوان الحمايه المدنيه. وليس غريبا على الاستاذ عبد الرزاق انه ذواق للفن لانه فنان ولانه اخ فنان. انا متاكد بانكم كامل تعرفوا علي تيطراوي صاحب رائعه العرعريه هو اخو الاستاذ عبد الرزاق. وكذلك الاستاذ عبد الرزاق هو عم الفنان الاخر الاستاذ عبد المال. تواصل التكريمات التكريم الموالي لمدير شركه التفاح الاخضر. تكريما موالي لمدير شركة التفاح الأخضر المساهم الأول للفعالية يكرمه عضو المكسب الولائي أكرم بحاج. نعود الترحاب بكل من حضر معنا متأخرا ونقول هذه المسابقة الوطنية لمنشد الجامعة في طبعتها الرابعة. وأرحب ترحيبا خاصا بالسيد مدير مؤسسات ديوان مؤسسات الشباب لولاية المسيلة. مرحبا أستاذي معنا في القاعة. تكريم آخر نواصل عمليات. نعم تكريم آخر مؤسسة الصقر للإنتاج السمعي البصري والأستاذ أو الأستاذة شافية زناتي فلتتفضل إلى المنصة ممثلة عن مؤسسة الصقر للإنتاج السمعي البصري. نعم يا وائل. يكرمها عضو المكتب الولائي هشام بشيري. إذن هو تكريم خاص يستلمه نيابة عن كل جنود مؤسسة الصقر الإعلامي تستلمه الأستاذة شافية مؤسسة الصقر اللي كانت معنا لتغطية كل حيثيات هذا النشاط. الإقامة الجامعية شبشوب السادق يكرمه بالمناسبة مسؤول التنظيم دراجي. إذن هو تكريم خاص يا سيد مدير الإقامة. نعم. كيف صفحته هذا؟ المباشرة في إنجاح هذه الطبعة، الطبعة الرابعة من مسابقة منشد الجامعة. مفاجأة أخرى تكريمية أيضا لرئيس المكتب الولائي لتجمع طلبة الجزائريين الأحرار زاكي فليتفضل إلى المنصة وليتفضل كل أعضاء المنظمة لتكريمه. هي إذا مفاجأة من نوع خاص. نعم هو تكريم لهذا